أولا أنا اسمي حامد المري من دولة الكويت، عمري 44 سنة. بالنسبة للوظيفة، وظيفة مكتبية، أعمل في قطاع خاص. صارت عندي مشكلة تقريبا من سنة ونص في كتفي، فمع الوقت من سنة ونص صرت ما أقدر أحرك يدي، يعني إيدي ما أقدر أحركها، بس أحركها في مستوى معين. فبعد ما رجعت الدكاترة في الكويت، بعد ما عملوا MRI وفحوصات، طلع عندي شيء اسمه تجمد كتفي، Frozen Shoulder. في الكويت كان في علاج طبيعي، تقريبا عملت 15 جلسة علاج طبيعي أو أكثر، وكان في أبر في الكتف، كورتيزون ما كورتيزون، لكن كل هذا كان يعني بدون أي جدوى، ما استفدت من لا علاج طبيعي ولا أبر. بعد سنة ونص قررت أني أجي مستشفى وشتاني، تمت المراسلة. أنا أعرف مستشفى وشتاني من قبل، جيت مرافق قبل مع مريض، وعارف أن المستشفى جيد وفيه إمكانيات جيدة. فجيت تايلند وشافني الدكتور، سوالي MRI وفحص سريري، وبعدين قال لي فعلا في stiffness shoulder أو frozen shoulder اللي هو التجمد الكتفي. فكان طريقة العلاج أن لازم نبدأ بالعملية. العملية طبعا كانت منظار، وأجرينا العملية، والحمد لله بعد العملية بدأنا في العلاج الطبيعي. الآن تقريبا أسبوعين من العملية مع العلاج الطبيعي، العملية ناجحة الحمد لله 100%. الآلام راحت، قبل ما كنت أقدر أنام، الآن الحمد لله أنام جيد والآلام راحت مع العلاج الطبيعي، وبدأت يدي في الحركة في مستويات أفضل من قبل بكثير. يعني أول ما جيت كان الليفل أو مستوى ارتفاع يدي كان بس يوصل 90%، الآن الحمد لله أقدر أرفعها فوق ممكن وصل 160 درجة. والحمد لله يوم عن يوم في تحسن، وقريبا راح أرجع الكويت إن شاء الله. وشكرا مستشفى وشتاني، وشكرا للدكتور، وشكرا لكم. طبعا من تجربة أنا، يعني أنا جربت، يعني أنا عانيت سنة ونص وزرت كذا دكتور، بس الحمد لله جيت هنا وفي نتائج جيدة جدا، يعني الحمد لله رب العالمين. فنعم، مستشفى وشتاني مستشفى ومش أول مرة يجي، يعني في إمكانيات كبيرة ودكاترة بمستوى عالي جدا. فنعم، أنصح أي أحد عنده نفس المشكلة أنه ممكن يزور المستشفى ويشوف الدكاترة هنا. الكل الحمد لله، الدكاترة، ممرضين، مترجمين، معالجين، العلاج الطبيعي، كل ممتاز، يعني مستوى عالي من الجودة، وخدمة عالية، ودائما متجاوبين ومتعاونين. أنا أقيم على المشكلة اللي عندي، أنا ما أقدر أقيم، العظام موضوع واسع وكبير، في ناس عندهم مشاكل عظام في الظهر، في الرقبة، في الركبة، في أماكن كثيرة، لكن أنا أقيم على المشكلة اللي صارت معي. ونعم، مستشفى وشتاني مستشفى جيد وأنصح فيه. ถ้าสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ